خالص الشكر والتقدير والاحترام لحضراتكم جميعا على تشريفكم لنا في لقاء محامين جنوب الجيزة. كل الشكر لكل محامين جنوب الجيزة الذين شرفونا من أقصاها في الصف والعياط والبدرشين والحوامدية ومركز الجيزة وقسم الجيزة وولاية الدكرور والعمرانية والطلبية والهرم وستة أكتوبر. أنتم تعبتم معانا وشرفتونا وكنتم خير عون لنا. اسمحوا لي أن أرحب بأساتذتي وإخواتي الكبار الأستاذ خالد أبو كريشة الأمين العام، الأستاذ يحيى التوني أمين الصندوق، أستاذنا الكبير وأخونا ونقيبنا الأستاذ أحمد عبد النعيم نقيب محامين بورسعيد، أخونا الكبير وأستاذنا الأستاذ ماجد حنا، أخي الكبير وأستاذي الأستاذ صفوت كمال، يعني معانا أخ احنا حبيب علينا وأخونا واحنا ما انفصلناش، جنوب الجيزة وشمال الجيزة ما انفصلوش، الأستاذ كمال مهنا عضو مجلس النقابة العامة، والأخ الغالي ويا أخويا وزميلي الأستاذ صالحين المهدي عضو مجلس النقابة العامة. اسمحوا لي أن أشكر أعضاء مجلس النقابة نقابة جنوب الجيزة الأستاذ ناصر ماهر الأمين العام، الأستاذ جمال عمر الأمين العام، الأستاذ عماد عويان وكيل أول النقابة، الأستاذ أحمد صابر وكيل النقابة، الأستاذ نادي زعفان وكيل النقابة، الأستاذ هاني العوضي عضو مجلس النقابة، ولا ننسى الأستاذ أخونا اللي شرفنا ونورنا الأستاذ سيد جابر أمين صندوق نقابة شمال الجيزة. الأستاذ وأخي وحبيبي وضرب الكفاح الأستاذ محمد الفخراني أمين صندوق نقابة.